هذه. هو الكلام صحيح من حيث المبدأ أن البدعة أحب إلى الشيطان، نعم. لكن تعليل أهل العلم لها أن المبتدع يقيم على بدعته لظنه أنه محسن، بينما العاصي يرتكب المعصية وهو يحاسب نفسه يعلم أنه عاصي. ومن هنا يقول أهل العلم أن العاصي يرجى له أن يتوب لكن المبتدع لا. طيب، أما تنزيل هذه القاعدة على المقارنة بين العلمانية والليبرالية من جهة وما يسمى المبتدعة من فرق المنتسبة إلى الإسلام، لا شك أنه من أبطل الباطل، لأن العلمانية والليبرالية في أصل فلسفتها هي الكفر المحض، وليس بعد الكفر ذنب. ولهذا أهل العلم يذكرون أن الكفر هو أعلى الذنوب، ثم تأتي البدعة، ثم الكبيرة، ثم المعصية، وهكذا كما يذكر ابن القيم رحمه الله في حبائل الشيطان أنه يحاول أن يسقط الإنسان في الكفر، فإن لم يستطع فبالبدعة، فإن لم يستطع ففي الكبيرة، فإن لم يستطع ففي الصغيرة، فإن لم يستطع ففي المكروه، فإن لم يستطع فيوقعه في خلاف الأولى، فإن لم يستطع يتركه يعمل المباح. هذه مراتب، لكن لا شك أن العلمانية في أصلها الفلسفي والليبرالية في أصلها الفلسفي هي الكفر المحض، لأنها تبيح ما حرم الله، وإن تنزلنا على أنها ليست كفرا فهي من أخبث البدع، لأن صاحبها يظن نفسه أنه على الحق وأنه على الطريق، وليست مجرد معصية. المسلم العاصي هو من يعلم يحب الله ورسوله ويحب شرع الله جل وعلا، لكنه للأسف تغلبه شهوته في ارتكاب طريق في ارتكاب المعصية. أما هؤلاء ينظرون لمخالفة كتاب الله جل وعلا، يقعدون لمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسعون حثيثا في انتزاع هوية هذا الشعب المسلم ونقله إلى هوية الغربية وما يسمى بالهوية هوية النظام العالمي. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، ولا شك أن أسوأ فرق الإسلام المنتسبة للإسلام خير من العشرات من هؤلاء العلمانيين، والله أعلم.